About 8:30 there has been a small or has been an explosion. حوالي الساعة 8:30 وقع انفجار في محطة القطارات هنا في بروكسل. تم القضاء على المشتبه به من قبل الجنود الذين كانوا حاضرين في الموقع مباشرة بعد الانفجار. After the explosion. لم يكن هناك ضحايا آخرون. هذه الحادثة تعتبر هجوما إرهابيا. As a terrorist attack.